هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأبرز وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها الجولة التفقدية اللي أجراها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية. سيادة الرئيس أدار حوار مع طلاب الأكاديمية، أكد فيه أن الدولة بتعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية، وأن في خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج، وكمان تقليل فاتورة الاستيراد، وده من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات وكمان المنتجات اليومية. أيضا امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأكدت أن الدراسة في ميعادها المقرر يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بجميع المراحل التعليمية. خلينا نتابع. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة للأكاديمية العسكرية والتقى بطلابها، وأكد سيادته على أهمية الدور اللي بتقوم به الأكاديمية العسكرية حالياً، وأشار إلى أن هذا الدور ليس مقتصر فقط على طلبة الكليات العسكرية، وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كتيرة تقوم بالعمل في الدولة. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة بتعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية، وقال مصرون على حل الأزمة الاقتصادية دي من خلال حلول نهائية في خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية. امبارح برضو قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خلال شهور قليلة هنكون حاطين حجم ضخم من الأراضي الزراعية على خريطة مصر، سواء كان في الدلتا الجديدة أو توشكا أو شرق العوينات. بنتكلم عن مجموع أراضي بيصل لـ3 مليون فدان، وده عمل وجهد وحجم أراضي وإنتاج زراعي غير مسبوق في فترة مش كبيرة قوي. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على إن الدراسة هتبدأ في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون تأجيل، وده بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بجميع المراحل التعليمية للمدارس. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكا، واللي بيعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة اللي بتساهم القوات المسلحة في تنفيذها. أعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع اللي بيعمل بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الاستصلاح الزراعي، والاطمئنان على مراحل العمل بالمشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة لي لتحقيق الأهداف المنشودة، وحضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة. أما بالنسبة لأهم أخبار المحافظات، ففي الأليوبية تم افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ، واللي بتقدم خدمات جديدة في مجالات المرور وتأمين المواطنين ومواجهة الكوارث والأزمات. في أسيوط تم الانتهاء من قوائم الانتظار بوحدة الأسطرة بمستشفى أسيوط العام. كمان امبارح في المحافظات تم تدشين وحدة متنقلة لتدريب الفتيات والسيدات على مهنة الخياطة في أسوان، وكمان انطلاق الملتقى التوظيفي للشباب بمشاركة 70 شركة ومؤسسة في الأهلية. خلينا نتابع. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الأليوبية تم افتتاح مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، وده ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وبتستهدف خطة انتشار مراكز السلامة والطوارئ تقديم خدمات جديدة في مجالات المرور وتأمين المواطنين والمواجهة العملية للكوارث والطوارئ والأزمات والتدخل السريع لسرعة التعامل معها. فأسيوط أعلنت مديرية الصحة انتظام تقديم الخدمة الطبية بوحدة الأسطرة القلبية بمستشفى أسيوط العام مع تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، وتم الانتهاء من إجراء 172 حالة خلال الثلاث أسابيع الماضية، وبكده يكون تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى.
في الإسكندرية نظمت مديرية الشباب والرياضة عدة معارض لمنتجات نادي الفتاة والمرأة بمراكز شباب السيوف واحد والمسيري والنصر، وده بهدف فتح أسواق جديدة لمنتجات أندية المرأة بجميع مراكز الشباب والأندية الشعبية لتسويق منتجاتهم وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي 21 طبيب من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كافة قرى ومدن المحافظة. في أسوان وجهت مديرية العمل وحدة التدريب المتنقلة لمدينة نصر النوبة لتدريب الفتيات والسيدات على مهنة الخياطة والتفصيل لإكسابهم مهارات الخياطة وتعليمهم مهنة تجعلهم مؤهلات لسوق العمل. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن بدء الإدارة العامة للأمراض المتوطنة حملة مكثفة للقضاء على البلهارسيا في 5 مراكز خلال المرحلة الأولى اللي هتقوم بإجراء مسح ميداني ل10% من سكان ريف المحافظة لعلاج الحالات الإيجابية للبلهارسيا. في سوهاج بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع طريق ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج أسيوط بطول 20 كيلومتر وبتكلفة 250 مليون جنيه، وبيتضمن الطريق اتجاهين بست حارات. في الدقهلية أعلنت المحافظة عن انعقاد الملتقى التوظيفي للشباب اللي بتنظمه مؤسسة حياة كريمة لمدة 2 يومين بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، وده بهدف توفير فرص عمل للشباب داخل القطاع الخاص، وحيث يشارك فيه ما يقارب من 70 شركة ومؤسسة تعليمية وإنتاجية، وبيعمل على توفير 4000 فرصة عمل في كل التخصصات.